شاء الله. كابتن عادل، رؤيتك برضو، حضرتك مدرب كبير، رؤيتك سريعا للرؤية الفنية للنادي الأهلي خلال مشوار الدوري، والمعادلة ازاي اللي يتعامل بها المدير الفني فايلر خلال الفترة الدوري المتبقية الست مباريات القادمة، وازاي يحضر فرقة في نفس الوقت ويجهز فرقة لمباراة صعبة، وفي نفس الوقت يدفع ببعض الناشئين من لاعيبة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نبقى عارفين انه مجلس الادارة يمكن اخذ قرار مش موجود لا في افريقيا ولا في العالم العربي الا نادرا، يعني ان جاب جهاز فني بالكامل. ما كانتش بتحصل قبل كده، كان بيجيبوا جهاز مدير فني ويبقى المساعدين مصريين. التجربة ديت اعتقد انها ناجحة جدا، لان المدير الفني لما بيجي بالطقم بتاعه، مدرب حراس مرمى، الاحمال بتاع الحاجة دي، ما حدش عملها قبل كده في مصر ولا في أفريقيا إلا نادرا، حاجات بسيطة جدا، وفي العالم العربي يمكن هتلاقي نادي أو ناديين بس. فدي تجربة ثبت نجاحها، نجاح كبير جدا، وده مش تقليل من المدربين المصريين، لا خالص، ولكن أنا بقى أنا بجيب مدير فني بيساعده دلوقتي كابتن سامي قمصان بس كجزء مدرب مساعد، لكن المين ستاف الموجودين هم كلهم مساعدين. فدي تجربة ناجحة جدا، لأن أنا المدير الفني وأنا بحاسبه بديله الصلاحيات الكامله عشان اعرف احاسب. الجزئيه الثانيه ودي مهم جدا، احنا بنتابع كل البرامج الحواريه، بنلاقي انه يعني يقول لك نلعب بالناشئين في الفتره اللي جايه او يريح اللعيبه، وده طبعا قمه الاستهتار لبطوله افريقيا. لان انت كلاعب في الفتره اللي جايه اذا ما كانش يبقى عندك القدره الفنيه والتحمل والجانب الاحمال والجانب النفسي انك انت تبقى واخد الجرعات بتاعتك بطريقه مقننه زي ما هو بيعمل من بدايه الدوري، عامل عمليه التدوير. وانا متابعكم قبل كده ان الراجل، وانا قلت قبل كده برضه في قناه الاهلي ان في 20 لاعب الراجل بيدور فيهم من اول ما جه. تحقيق مفيش حد اساسي، كل مفيش حد 13 لعيب 20. الفتره اللي جايه اذا كان فيه اربع مباريات او خمس مباريات ايا كان العدد، برضه نفس التدوير. الدفع بالناشئين ايه معناه دلوقتي؟ معناه ان انا مش وقته، يعني ده مش وقت ناشئين، ده وقت ان انا بحضر للماتش الوداد، وبرضه ماتش الوداد مهم جدا سواء هنا او هناك باللعيبه الاساسيه، باللعيبه الاساسيه مع التدوير. يعني علي معلول ممكن يريح، بس مش يريح لان هيحصل نوع كويس، يعني بدل ما يلعب 3 ايام في يعني كل 3 ايام مباراه، ممكن جدا يبقى يقسم الجزء دوت على 2 التدوير، التدوير بحيث ان ما يحصلش نوع من انواع الهبوط، لان الماتش الرسمي ايا كان حتى لو انا حسمت الدوري لابد ان يبقى فيه نوع من التحمل القوي علشان ما يحصلش. احنا شفنا النادي المنافس في لعيبه فيها استرخاء كامل، الماتشين الثلاثه اللي فاتوا في استرخاء نتيجة ان انا بلعب مش يعني الدوري راح فانا خلاص. لا، النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي جمهوره عايز اداء وعايز نتيجة، والاخر لحظة عايز اداء ونتيجة، مفيش حتة حتى لو تعادل ماتش الناس تبقى حزنانة في الشارع. لازم الجمهور النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني يعرفوا ان الجمهور وحشوا كأس العالم الاندية. طبعا كاس العالم للانديه من غير النادي الاهلي ولا قيمه له، مين بيتابعه؟ محدش بيتفرج عليه. انا 7 سنين مين بيتفرج عليه؟ محدش بيتفرج عليه. لان جمهور النادي الاهلي بالملايين اللي موجوده في العالم العربي وفي اوروبا وفي كل حته محدش بيتابع، انما لما النادي الاهلي بيبقى موجود في كاس العالم للانديه بيبقى فيه المتابعه دي بتبقى على مستوى بشكل عالي كبير جدا. وقوي. مظبوط مظبوط. الحاجه الثانيه برضو الجمهور النادي الاهلي متشوق، وحشوا اللعيبه وهي بتاخد كاس افريقيا، كاس افريقيا، وثم وصلنا لكاس العالم للانديه، ودي حاجه مهمه جدا. واعتقد ان فايلر نجح لحد النهارده بنسبه 90% كدوري، كتدوير، كعلاقه بالاعلام، كعلاقه كهدوء، ما فيش مشاكل مع لعيبه، الجهاز الفني بتاعه تحس ان هو في تناغم وانسجام. مزبوط. كامل. مزبوط. كل اللي مطلوب منه في الفتره اللي جايه ما ينسقش وراء اعلام او وراء حد بيضغط عليه العب بناشئين ريح الناس، الكلام ده مش علمي.